من غزة تنضم إلينا نيفين سليم مراسلة الغد. نيفين، ماذا عن استعدادات الفلسطينيين للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة؟ نعم سهام، يعني الجمعة 71 من مسيرات العودة وكسر الحصار جاءت تحت عنوان لبيك يا أقصى، وهي تأتي للتأكيد على إصرار الفلسطينيين عن الدفاع عن المسجد الأقصى في ظل المحاولات الإسرائيلية لتهويد المسجد ولتهويد المدينة، وفي ظل المخططات التي تسعى إلى التغيير الزماني والمكاني للمدينة المقدسة. هناك استعدادات تجري منذ عدة أيام داخل قطاع غزة. كانت هناك قد خرجت تهديدات سابقة من قبل الفصائل من أن هذه الجمعة ستكون جمعة حاشدة على حدود القطاع، لكن هناك بيان جديد خرج من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ويدلل أن هذه الجمعة ستكون جمعة هادئة على غرار الأشهر الماضية من جمعات مسيرات العودة وكسر الحصار. وتقول الهيئة في بيانها أن على المشاركين اليوم في المسيرات التعاون مع لجان الضبط ولجان النظام التي ستنشر على طول الحدود والتابعة لهيئة المسيرات، وعليهم عدم الاقتراب من الحدود وعدم الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذا جميعه يناقض تماما ما قالته الهيئة الوطنية العليا والفصائل الفلسطينية خلال اليومين الماضيين، والتي هددت فيه بالتصعيد على حدود قطاع غزة بسبب عدم دخول الأموال لقطاع غزة بناء على تفاهمات التهدئة الأخيرة. لكن ليلة أمس قد دخلت هذه الأموال إلى قطاع غزة، ويبدو أنه بناء عليه ستعمل حركة حماس والهيئة الوطنية العليا على تهدئة المسيرات هذه الجمعة وألا يكون هناك احتكاكات مباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. سيتوجه الفلسطينيون إلى 5 مخيمات رئيسية على طول الحدود بدءا من شمال القطاع وحتى جنوبه في مدينتي رفح وخان يونس. وقالت الهيئة على المشاركين أن يبقوا فقط في المخيمات الرئيسية وألا يقتربوا من الحدود لمنع هذه الاحتكاكات المباشرة ومنع وقوع إصابات أو شهداء في صفوف المشاركين في الجمعة 71 لمسيرات العودة وكسر الحصار. وبالتالي كل ما يدلل وما خرج من تصريحات جديدة تدلل أن هذه الجمعة أيضا ستكون جمعة هادئة على حدود القطاع الشرقية. نعم سليم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة.